أكدت السيدة انتصار عبد العال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، أكدت أن إدارة حماية المستهلك أطلقت مبادرة صديق المستهلك للسنة الثانية على التوالي بالتنسيق مع القطاع التجاري المعني ببيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية ابتداء من شهر يوليو الماضي. وأوضحت مدير إدارة حماية المستهلك بأن المبادرة في نسختها الأولى حققت نتائج إيجابية، إذ بلغ عدد المستفيدين 300 ألف مستهلك بمشاركة 49 منشأة تجارية.